الايطاليين صوم بس ما يفتحونها بلحم مصفوط يا زقنك زقن صوم يا يطرق عليك يا عمي يا ابو فهد ولادك هذا والله اني حليل واني احبه يا اخوانا صلوا على النبي يقولوا لا اله الا الله. البارح اعلنت المتجر الرائد للاتصالات الرجال يقول العالم اشغلتني بخصوص شبك رد على اللي يستاهلون انا ما استاهله لا ترى احنا مسوق تارك طيب المتابعين يستاهلون رد السلام عليكم السلام عليكم لكم ايوه شكرا يا سام وانا رايح ايش رايح امس ما اخذتني واذا رحت يعني انت ايش لازم تروح معي لكل مكان لازم اروح معك ليه بس والله لو انك عبود ابو حشر الحمد لله على السلام بغيت اكبر الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام تكيد ان شاء الله عليك سلم عليك باليسار اذا منك راح تمشي ورا جيت تسلم باليسار يا قلبي لا والله يعني الناس تمرض ويجيك وجه تعبان ما شاء الله عليك وجهك ابيض اسمح لي البياض والسواد اليوم انك سلمت من اشكالي زي هذه خطير يسرقون حتى اللي في مخباك قلم الله يكفيني شرك معه راي بابا ليش خصمت الموضوع معي والله يا بدر هذه خطيره ها خطري معك انا على وجهي طيب ليش انت ليش خصمتها معي ما لي حيل ليه عشان انك يعني طويل طويل ايه كلمات الله التامات هذه ربي الكم دوله مسافر اليونان اليونان وجلسه تركيه وجلسه حضرميه ها حمد ربه اخوك انا جيت فيهم حاول لا تك لا تركيز ريح ريح عيون الشيطان اي والله ريح ريح والله انت بعد حمر ما شاء الله عليك والله يا غازي يا غازي انت ضجر من السناب انت تدري ان سنابك هذا يتمناه الف واحد مشاهدات في الساعه يدق مليون وتقول انا الكتابة تعبتني يلا يا قلعة حفظت لو انه سنابي ما قلت الكلام بدر تدري ان السناب هذا انه اصعب شغله ممكن تشتغلها في حياتك انا ادري اعرف الكلام هذا الحين البعض يعتقد ان السناب بس صور يلا جيبهم لا انا ادري انها شغله طويله عريضه بعدين تعيش كل اليوم وانت تطبخ على نار ايه تشوف مثل جهنم والعياذ بالله هل عياذ بالله هل عياذ بالله كل يوم هل من مزيد تحس بانك اليوم لا صنعت محتوى بطل وقفلتها بشيش ايوه 24 ساعة وراحت وش عندك من جديد؟ بس اسمع وش عندك من جديد ولا حذفناك وش عندك اسمع الكلام يا غازي انا لو اني محلك وفي الساعة يشوف السنابة مليون ما تضجرت كذا وانا 120 الف ما تضجرت كذا ما تضجرت من الساعة لا تضجر ابن حال خل تضجر لي الله كريم الله كريم بس لا تضجر